السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. بالفترة الاخيرة حدثت معدات اللي استخدمها بالقناة، واحدة من الاشياء اللي تغيرت هي الصوت. فالمايك اللي استعمله الان هو بلو يتي بلاك اوت اديشن، وكنت بحاجة الى هيدفون جديد لتعديل الصوت. صراحة كان اكو هواي خيارات باسعار متفاوتة، لكن اختيار كان هو الاوديو تكنيكا M50X. هذه السماعة لها سمعة وتقييم جيد على الانترنت، وايضا رقم واحد على امازون. بدون ما اطول عليكم اكثر، خلونا نبدي فتح الصندوق واستعراض الهيدفون اوديو تكنيكا M50X. هذا هو شكل الصندوق من الامام. في الاسفل اسم الهيدفون M50X وعلاه بعض الحركات الهيدفون وايضا الليميتد اديشن. فالسماعة اللي امامكم هي الدارك جرين الاصدار المحدود. خلينا نفهم فكرة الاصدار المحدود بشكل سريع. بعد النجاح اللي حققته هذه السماعة، قررت الشركة انه تنزل اصدارها، الدارك جرين اللي امامكم وايضا نسخة البلو، ونسخة الليميتد اديشن بها بعض الاختلافات بالشكل وايضا السعر. وحسب ما ذكرت الشركة انه هذه النسخ راح تختفي بعد فترة، ويبقى فقط نسخة اللون الابيض واللون الاسود اللي هي النسخ العادية. لكن اعتقد انه هاي فقط حركة تسويقية وماكو شيء راح يختفي. بالداخل عندنا بعض الملحقات، واولها حافظة لنفس الهيدفون. طبعا هاي الحافظة تكون بلون مشابه للهيدفون حسب اللون اللي راح تختاره، وايضا دليل مستخدم وورنتي صالح فقط، وورنتي او ضمان صالح فقط في الولايات المتحدة، هذا ما راح استفيد منه، واكيد الهيدفون نفسه. هذه هي نسخة الدارك جرين M50X دارك جرين، وراح اتركها على جانب. وايضا عندنا مجموعة الكيبلات الخاصة بالسماعة، والمميز بهذه السماعة انه عندك 3 انواع من الكيبلات وكالآتي. الكيبل الاول هو 1 متر كيبل مستقيم يعمل على منافذ 3.5 فقط، وايضا 1.2 الى 3 متر كويلد كيبل، وهو المفضل عندي، يعمل على منافذ 3.5 و 6.3 حسب احتياجك، ويمتد من متر الى 3 متر. الكيبل الاخير هو 3 متر كيبل مستقيم يعمل على منافذ 3.5 و 6.3 في حال اذا حبيت انه تستخدم السماعة مع امبليفاير او اي جهاز يقبل 6.3 ملم. طبعا هذا الشيء بعد استخدام الادابتر اللي موجودة مع الكيبلات نفسها. التصميم هو واحد من الاشياء اللي جذبني لهذا الهيدفون. فتصميم السماعة جميل، وزن السماعة ايضا جيد، وخيارات الالوان جميلة، لكن المادة المصنوع منها الهيدفون هي البلاستيك، والبلاستيك مو افضل مادة حتى تصنع منها هيدفون. وغير هذا كل شيء تمام من ناحية التصميم. من الامام موجود شعار الشركة، وايضا الاطار الذهبي اللي معطي السماعة لمسة جميلة، ومن الجانب مفاصل السماعة. وسبب وجود اكثر من مفصل، السماعة تحتوي على اكثر من حركة، فعندك حركة 180 درجة وايضا حركة 90 درجة، وايضا تقدر انه تصغر حجم الهيدفون بطريقة جميلة وايضا غريبة، وهذا الشيء يعطيك حرية اكبر من ناحية التنقل والتخزين. فتقدر تخلي الهيدفون وهو بهذا الشكل في الحافظة الخاصة به، على اساس انه تحميلك نفس الهيدفون الحافظة جميلة وتكون بلون مطابق للهيدفون. تمنيت انه تكون من الهارد كيس حتى تأمن حماية افضل، لكن جيد انه خلوها، فالكثير من الشركات ما تهتم بهيج اشياء. الايركوبس جيدة والحجم ممتاز، والسماعات مريحة جدا، لكن اكو ضغط خفيف على الرأس راح تشعر به مع الاستخدام المطول. الاستخدام المطول بالنسبة لي هو من 4 الى 8 ساعات من الاستخدام المتواصل في تعديل الفيديوهات. عزل الصوت في هذه السماعة رهيب، مع انه ماكو اجزاء فعلية مسؤولة عن عزل الصوت. وسماعات النويز كانسلنج اللي يكون بها عزل الصوت غالبا تكون سماعات وايرلس وتحتوي على بطارية واجزاء متخصصة في عزل الصوت. هنا ما عندنا هذا الشيء، لكن عزل الصوت جيد جدا. وايضا موجود على طرفي السماعة R والR يمين ويسار، على اساس انه تستخدم السماعة بالشكل الصحيح. وعلاه موجود السلايدر اللي يتحكم بحجم الهيدفون ككل، ومع انه الهيدفون مصنوع من البلاستيك لكن يحتوي على فليكسيبيليتي عالية جدا، وراح يكون مناسب لمعظم احجام الرأس. في اعلى الهيدفون موجود نفس لمسة الجلد اللي موجودة في الايركوبس وحتى الحافظة. واحدة من الفروقات اللي بين نسخة الليميتد اديشن اللي امامكم والنسخ العادية، انه اسم الشركة يكون محفور في نفس الجلد، بينما في النسخ العادية يكون مكتوب بالابيض. على الجانب الايسر للسماعة موجود خط باللون الذهبي، ونفس هذه الاشارة موجودة على رؤوس الكيبلات الخاصة بالسماعة حتى تربط الكيبل بالشكل الصحيح. فالكيبل يحتوي على قفل حتى ما ينفصل الكيبل اثناء الاستخدام، وهذه الحركة رهيبة ومفيدة. لكن جرب سي انه ما راح تقدر تستخدم كيبلات غير الكيبلات اللي ويا الهيدفون. اوكي، تكلمنا هواي عن التصميم واجزاء السماعة وفتح الصندوق، الان راح نتكلم بالارقام. الدرايفرات اللي موجودة ويا الهيدفون بحجم 52 ملم، وتعطي صوت رهيب من ناحية الجودة وايضا نقاوة الصوت. تعمل على 38 اوم، يعني انه تقدر تشغل السماعة دون امليفاير وحتى على السمارت فون، واستمتع صراحة باستخدامها مع الهواتف. هذه التجربة لصوت الهيدفون موصول مع النوت 5 والصوت من كاميرا DSLR. مو المفروض انه يعرفك شنو جودة السماعة، لكن حتى تكون عندك فكرة عن الصوت.
نهاية الفيديو بشكل سريع، سماعة ممتازة لكن اكو هواي خيارات انسب من ناحية السعر وجودة الصوت مقبولة. فسعر النسخة اللي امامكم ليميتد اديشن هو $170، وايضا سعر النسخ العادية اللون الاسود والابيض $150 أو $160. وايضا جميع الروابط لجميع نسخ هذه السماعة راح تكون اسفل هذا الفيديو بالوصف اذا حاب تطلع عليها او تشتريها. انا عن نفسي اعتبرها استثمار جيد لاحتياجاتي واستخدام الهيدفون في تعديل الصوت، لكن اذا كنت استخدم الهيدفون للموسيقى العاب او مشاهدة الفيديوهات اكيد كنت اختار بلوتوث هيدفون. وصلنا لهذا الفيديو، شكرا على المشاهدة، هذا اللي كان عندي بهذا الفيديو. اذا عجبك الفيديو خلينا لايك الفيديو، اشترك بالقناة لو مشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.